في حد بتاع مرور بيقف هنا؟ لا مفيش. احنا في ميدان المصريين. اه في ميدان المصريين وخراب، مفيش حد بيقف هنا ولا عربي بيتخطط ولا عسكري ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. ها؟ بتصور ليه؟ ولا اي حاجه. ايها الذين عرفني بنفسك. خالد محمد ابو الوفا. انت صاحب محلات تسالي الجوهره. اه يا باشا. في ميدان ام المصريين. كلام جميل. دلوقتي انت في حد بتاع مرور بيجي هنا ولا لا؟ لا مفيش حد بتاع مرور بيجي. يعني الميدان كده فاضي على طول؟ طيب دايما فاضي ودايما زحمه والناس كلها متضايقه من الزحمه اللي هنا. هتروح فين بدأ؟ هتروح فين دي بقى؟ شغلة بقى احكي لك. Gracias.
عامل ازاي؟ صف واثنين وثلاثة وأربعة. بص شوف احنا هنا في شارع ايه دلوقتي؟ احنا في شارع ايه؟ في شارع مراد. ادي صف ميكروباص، اثنين ميكروباص، ثلاثة أربعة ملاكي. وصف واحد هو اللي ماشي. أيوه. صف واحد اللي ده عشان مفيش مرور ولا عشان مفيش عساكر مرور؟ مفيش مرور، مفيش مرور، احنا تعبنا. يا سواقين توكوسة خلاص. فقدنا الأمل في كل شيء. شكرا. في المرور وفي أكل العيش. شكرا. سلام عليكم. صور اتكلم معانا، قول لنا ايه المشاكل. قول ايه المشاكل. المشاكل مفيش فرد مرور واقف في الشارع. حلو قوي. والمرور واقف سلبي جدا. احنا هنا فين دلوقتي؟ انا هنا في ميدان الجيزه. اه مفيش حد بيقول لك خش ولا اطلع. يعني انت سواق ميكروباص وبتعاني اللي مفيش واحد مرور. بقول لك عيال صغيره سايقه اتوبيسات فيها بال 30 و 40 راكب. ايوه. مفيش واحد بيقول لواحد هات رخص، معهوش شلطتها بالعافيه وسوق عربيه فيها 40 بني ادم، يعني ممكن يعمل بيهم حادثه. ايوه. بيلعب بالعربيات وهو ماشي. يعني انتوا مش عايزين المرور ينزلوا؟ عايزين المرور ينزل عشان نعرف نشتغل. احنا مش عارفين نشتغل، العربيات بيخبطوا في العربيات واحنا ماشيين. ايوه ماشي. وبيخبطوا وما معهمش رخص، معهوش الا بطاقه بالعافيه. ماشي لا يعني اي شيء من قواعد المرور. ايه عايزين نخف بس العيال اللي معهاش رخص وعيال سايقه من غير بطايق. بس احنا اللي بنتكلم في كده. لا عشان مفيش حد من المرور واقف. مفيش حد من المرور واقف. ماشي. واحنا عشان خاطر احنا مع واحد زي علاتي معاه رخصه ورق بيتبهدل في وسط العيال. وما يديش ربنا. طيب شكرا. شكرا. بقول لك ايه؟ الظابط خد مني 50 جنيه امبارح عافيه. ايه؟ اصله اهو. قول. خد 50 جنيه مني عافيه. ليه 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 ليه؟ ليه؟ خدك خد ليه؟ بقول له ليه يا باشا؟ قال لي اهو مسكي كده، شكلك مش عاجبني. كده عافيه كده؟ عافيه كده. ولا انت ماشي غلط؟ والله ما ماشي غلط، معاه رخص وكل حاجه. قال لي كده مكتوب فيه غرامه، مش مكتوب في اي حاجه، 50 جنيه كده عافيه. ايه؟ اسمه ايه الظابط؟ اسمه ايه؟ مش مكتوب ايش؟ يلا طلع شوف. مش لاقيين جاز. مش لاقيين. مفيش جاز. مفيش جاز. شكرا. مش لاقيين. حسب الله ونعم الوكيل. شكرا. بص الفوضى اللي احنا فيها وقلة الادب اللي احنا فيها. بص هو ازاي معدل الطريق. مشكلة المرور ايه دلوقتي؟ الزحمة والقلق ده. واقفين هناك هم الحكومة ما بتعملش أي حاجة، واقفة بتتصور زينا كده. أكتر من كده ما بتعملش. خالص. بس. مفيش تنظيم مرور يعني؟ ولا الصبح الساعة 8 لحد الساعة 10 شغالين 100 فل وعشا، بعد الساعة 10 ما بنشوفش حد. احنا عايزين واحد يقول لي رخصك، واحد يقول لي رايح فين، واحد يقول لي جاي منين. وانت سواق مش معترض يعني؟ لا مش معترض، انا معايا عربيتي ومعايا رخصي والحمد لله، راجل سليم. احنا هنا في ميدان الجيزة؟ في ميدان الجيزة. النهارده الخميس 7 في الشهر. شكرا.